وللمزيد حول هذا الموضوع نتابع هذه الزاوية التحليلية مع محمد برويس. إليك محمد. شكرا لك زميلة لينا علوش، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من طنجة الأستاذ محمد العمراني بخبزة، المحلل السياسي. أهلا بكم أستاذ محمد العمراني بخبزة. بداية، إلى ماذا تشير معطيات هذه الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها اليوم؟ هذه المعطيات تفيد بأن المغرب مطالب والأجهزة الأمنية المختصة هي مطالبة بأن تبقى دائما على مستوى يقظة عالي، لأن يتضح جليا بأن الخطر الإرهابي هو خطر قائم، خطر يجب التعامل معه بشكل جدي، بمعنى أنه ليس بعد كل عملية أمنية يتم فيها تفكيك شبكة إرهابية نقول أننا قد قمنا بتحييد الخطر الإرهابي. على العكس من ذلك، هذا يفيد بأن هذا الخطر ودائم وقائم ويجب التعامل معه بجد. ثم الأمر الآخر هو أن هناك ربما قواسم مشتركة ما بين العملية الأمنية لليوم مع العمليات السابقة، والقاسم المشترك الأساسي معها وهو المتمثل في السباق، بمعنى أن الحمد لله أن الأجهزة الأمنية تستطيع أن تحيد الخطر قبل وقوعه، وهذا يندرج ضمن المنهج أو الاستراتيجية المعتمدة من قبل المغرب في محاربة الإرهاب. هذا الجانب، بمعنى أن العمل السباقي هو أساسي. ثم الأمر الآخر هو أن ارتباط هذه المجموعات الإرهابية بالتنظيم الإرهابي العالمي، خاصة الآن نتحدث عن تمركزه بعدما انتقل ثقله من العراق وسوريا إلى الآن إلى الساحل جنوب الصحراء، وهذا فيه إشارة قوية جدا لما سبق للمغرب أن نبه إليه في مراحل سابقة وفي حالات سابقة، هو أن التهديدات الإرهابية أصبحت قوية جدا في هذه المنطقة، وبالتالي أنه المجتمع الدولي عليه أن يتنبه وأن يشتغل بشكل على مستوى التنسيق لتحييد الخطر الذي أصبحت تشكله هذه التنظيمات الإرهابية. أستاذ محمد العمراني بخبز، عذرا عن المقاطعة، عذرا عن المقاطعة في هذه النقطة تحديدا، وما دمت تتحدث عن هذه الأبعاد الدولية لهذه الظاهرة الإرهابية، لا شك أنك تابعت أنه في الفترة الأخيرة كانت هناك عمليات نوعية من أجل استباقية طبعا لتفكيك خلايا إرهابية. هل يؤشر ذلك إلى أن هناك استمرارية أو تطور فيما يتصل بالجهد الاستقطابي والتجنيد أيضا لهذه الجماعات الإرهابية على المستوى الدولي؟ وبالفعل لذلك قلت أنه يجب أن لا نعتبر أن كل نجاح أمني يتحقق أننا قد كنا بتحييد هذا الخطر، بل على العكس من ذلك، يجب أن تبقى اليقظة قائمة، ويجب أن نطور أداء الأجهزة الأمنية المغربية، وكذلك رفع درجة التنسيق مع الدول التي هي منخرطة بشكل جدي في محاربة الإرهاب، ثم الاستمرار في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب، لأن معلوم أن محاربة الإرهاب ليس فقط مرتبط بالجهد الأمني، بل هناك مجهودات أخرى يتم إعمالها لتخفيف من هذه الحدة. لذلك فالسباقية المعتمدة من قبل المغرب هي التي لحد الآن تؤتي وكلها، ولكن كما قلت يجب أن لا نعتبر أن كل نجاح أنه قد حققنا المبتغى وحققنا المراد. لماذا؟ لأن الحركات والتنظيمات الإرهابية هي بدورها تشتغل، بدورها تتطور، بدورها تبحث عن المزيد من الداعمين والمزيد من الأفراد الذين ينضمون إليها لاعتبارات الآن أصبحت معلومة. لذلك فيجب أن لا نقف عند حدود النتائج المحققة. النتائج المحققة فعلا هي إيجابية على مستوى المغرب، لأنه استطعنا الحمد لله لحد الآن أن نجنب المغرب
تبعات هذه العمليات الإرهابية، ولكن دائما يجب أن تبقى درجة اليقظة قائمة، لأن هناك أنواع، لأن لاحظنا اليوم أننا نتحدث عن بؤرة في مدينة وهي طنجة، ولكن فيما مضى كنا نلاحظ أنها عناصر منتشرة في مدن متعددة من المملكة، بل أكثر من ذلك في بعض الأحيان لها ارتباطات خارجية، ولكن هذا لا يعني أننا يجب أن نعتبر أن المهمة قد انتهت وأن الخطر الإرهابي أنه قد انتهى، بل يجب أن نواصل الاشتغال وأن نطور الاستراتيجية الوطنية لكي نواكب هذه التحولات التي تقع. هل هناك تغير على مستوى بمرور الوقت طبعا وتحولات الظاهرة الإرهابية، هل هناك تحولات على مستوى الأهداف التي تسطر هذه الخلايا انطلاقا مما يرد من معطيات لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أو على مستوى أيضا أساليب تنفيذ هذه المخططات؟ إذا لاحظنا ربما أن في البلاغ الذي صدر اليوم فيه عناصر جد مهمة يجب استقراؤها بدقة. فالآن يتعلق الأمر بخلية تنشط، بمعنى أن الأمر يتعلق بضرورة وجود فكر يؤطر، إذن الجانب الفكري الإرهابي الجانب الأول. الجانب الثاني وهو أن هذه الخلية وصلت إلى مراحل في التهيئ لهذه العملية، بمعنى أن هناك كان هناك ترصد، هناك أخذ المعطيات وجمع المعطيات حول الأماكن والأشخاص والمؤسسات المستهدفة. ثم الأمر الآخر وهو الوسائل، لأنها هذه الخلية وصلت إلى مرحلة متقدمة في الشغال على كيفية أستاذ محمد العمراني بخمسة، يبدو أنه الخطير وهو أنها أصبحت تفكر حتى ما بعد القيام بالعمليات، وهو الانتقال إلى الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية خارج المغرب. شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد العمراني بخمسة المحلل السياسي، حدثتنا من طنجة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.